لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الجمعة 14 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج القوس من الساعة 12:30 الظهر. عندنا كمان الشمس وأورانوس موجودين الاثنين في برج الحمل، وعندنا المريخ موجود في برج الثور، وعندنا بلوتو موجود في برج الجدي، وعندنا نبتون موجود في برج الحوت. عندنا أربع كواكب كمان بيتراجعوا، عندنا عطارد بيتراجع في برج الثور، وعندنا المشتري بيتراجع في برج الميزان، وزحل بيتراجع في برج القوس، وفينوس بيتراجع في برج الحوت. عندنا الجديد النهاردة إنه الشمس كمان النهاردة بتقترن بكوكب أورانوس في برج الحمل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على الـ 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. النهاردة أنا شايفة أن الحمل هيكونوا الأسعد حظا، لأن عندهم الشمس بتقترن مع أورانوس، وكمان عندهم القمر في منزل الحظ. كل ده بيديهم استعداد كبير للمغامرة، وبيديهم استعداد كمان كبير للمعرفة، ولأن هم يقدروا يحصلوا على مكاسب أو يحققوا مكاسب، ويقدروا كمان يحصلوا على تعاطف الناس وحبهم اللي هيساعدهم على التقدم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم ماليا، يقدروا النهاردة ان هم يراجعوا حساباتهم والتزاماتهم، ويعرفوا يديروا كويس اموالهم. والنهاردة كمان يوم مناسب بالنسبة لمواليد برج الثور للبيع والشراء وللاهتمام بتنمية مدخرات او ممتلكات. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم للأسف الوضع الفلكي مش معاهم قوي، لأن القمر في مواجهة برجهم، ده بيخليهم يميلوا للعناد ويميلوا للعصبية. ممكن يكون بعض مواليد الجوزاء رافضين للالتزامات، فأنا بقول لمواليد الجوزاء أنه مش حل أن أنتوا تتهربوا من التزاماتكم عشان تحافظوا على الاستقلالية. يعني حلو أن أنت تشعر باستقلاليتك، لكن مهم جدا أنكم تقوموا بالواجب اللي عليكم. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة، وده بيدي مواليد السرطان النهاردة طاقة ونشاط وإصرار على أنهم يقوموا بالواجب اللي عليهم على أكمل وجه، وفي الغالب هيحصلوا على التقدير وعلى المكافأة لكل اللي بيقدموه. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيخليهم يميلوا للرومانسية جدا، وهيديهم كمان سحر وجاذبية، هيعرفوا إزاي يأثروا في الجنس الآخر. وكمان مواليد الأسد اللي عندهم أولاد هيقدروا يحققوا تواصل أفضل مع أولادهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر للأسف وضع معاكس معاهم، فهقول لمواليد العذراء انتوا بتميلوا للعصبية، حاولوا ان انتوا تتحكموا في اظهار عصبيتكم، وحاولوا تستمتعوا بالحاضر، وما تسيبوش الذكريات المؤلمة تسيطر على تفكيركم وطريقتكم. نروح بعد كده لبرج الميزان. برج الميزان النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، خصوصا على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العاطفي. النهاردة القمر في منزل العلاقات، وده بيدي مواليد الميزان فرصة للخروج وللانطلاق مع الأصحاب ومع الأحباب. وكمان على المستوى العائلي ممكن يكون في تفاهم أفضل عائليا. النهاردة ممكن مواليد الميزان يكون عندهم فرصة انهم يحصلوا على نصايح قيمة وآراء سديدة ومن الناس اللي بيحبوهم، وهم كمان هيكون عندهم القدرة ان هم يقدموا آراءهم بصورة لائقة ومؤثرة ومقنعة. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وده بيخليهم يخططوا كويس للفلوس. والنهاردة كمان ممكن يكون يوم مناسب لمواليد العقرب ان هم يكتشفوا امور كانت خفية عليهم.
نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيديهم نشاط وحيوية، ويقدروا يتحركوا بديناميكية ويقظة ذهنية رائعة، وعندهم قدرة لأنهم يفتنوا الناس اللي حواليهم ويسحروهم، وخصوصا طبعا الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، والنهاردة مواليد الجدي مطلوب منهم ان هم يكونوا اهدى ويحاولوا يتفهموا الناس التانية، لكن كمان ممكن يكونوا بيميلوا للانعزال ويميلوا للوحدة، ومطلوب من الناس اللي حوالين مولود الجدي انهم يتفهموا احتياجه للوحدة وللانعزال من وقت لآخر. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لأن القمر في منزل الأصدقاء، والنهاردة مواليد الدلو عندهم قدرة على إن هم يحددوا أهدافهم كويس، ويقدروا يوصلوا لأهدافهم بمنتهى الإصرار. النهاردة كمان مواليد الدلو عندهم يحالفهم الحظ على المستوى الاجتماعي، ممكن يكون عندهم دعوات اجتماعية تسعدهم، ويكونوا محاطين بالأصحاب المخلصين. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة القمر للأسف معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد برج الحوت ان هم يستدعوا موهبتهم في ان هم يهونوا من المشاكل اللي ممكن تقابلهم، ويحاولوا يكونوا يعني عندهم لباقة ودبلوماسية في التعامل مع الآخرين. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.